احنا النهاردة بننظم قافلة طبية شاملة تحت مبادرة نحو عيون صحة عيون أفضل للمصريين. دي طبعا تحت مظلة التحالف الوطني العمل الأهلي والتنموي. دي قافلة شاملة فيها عدة تخصصات، فيها رمض وفيها عظام وفيها أنف أذن وحنجرة، فيها أطفال. طبعا عليها إقبال كبير جدا من الجمهور. احنا دايما بنستهدف الأماكن الفقيرة والمهمشة اللي ما فيهاش خدمات طبية. النهاردة مستهدف أكتر من 350 مواطن وتقديم العلاج الدوائي لأكتر من 250 فرد. أعداد كبيرة بتيجي من كل مكان في المنطقة، وإحنا بنشكر كل اللي بيساهم في نجاح اليوم ده والقفلة، ونتمنى أنها تكون دايما في خدمة الجميع. يعني إحنا هنا عيادة العيون جايين بنعمل فحص للعيون. أول حاجة بنعمل سكرينينج، يعني متابعة لكل الحالات، نتأكد ان في مية بيضة ولا لا، في التهابات ولا لا، اللي محتاج نظارة بنعمل له نظارة، لو في مشاكل في الشبكية بتتحول على اماكن تانية عشان يعني تعمل عمليات اكبر شوية، لو في برضو متابعات السكر، لو في مشاكل في الشبكية بسبب السكر برضو بندي العلاجات دي، بنقدم علاجات على قد ما نقدر اللي هي المتاحة، واللي محتاج نظارة بنكتب له مقاس النظارة المتاح يعني برضو بتاعه. كشفت رمد، كشفت أذن، كشفت بطني. جميلة يعني، تساعد الشباب لما يكشفوا، يعني لما يشوفوا عندهم مرض ايه ويعالجوه. والله انا ابني هو اللي جابني هنا، قال لي هنا في دكاترة كويسة. ناس كتير استفادت، وبصراحة خدمة الأطباق ممتازين جدا، وكمان في توفير كمان للعلاج في خاص. قافلة هايلة جدا، والدكاترة على أعلى مستوى، وبجد احنا انبسطنا من وجودكم جدا.